بريزيدون جورج قهوة جي، شفناك اليوم ماتش أول شيء، فينا نقول لك هارد لاك. أهلا على ماتش التضامن يعني؟ مظبوط أكيد. اليوم أنت وجودك بالتضامن هو لأنه أنت من قلب الذوق أو لأنك أنت صرت قريب من التضامن؟ لا ليك بدي أقول لك شغلة، تضامن فريق من زمان متابعينه من نحن صغار، يعني هو بالنهاية فريق المنطقة الموجود هون لأنه أنا بشجع التضامن. بريزيدون شو رايك بالتغييرات اللي صارت بنادي الشانفيل وعوده المدرب غسان سركيس على قياده الفنيه للفريق؟ يعني بتمنى لهم كل خير ان شاء الله خير. شو السبب الرئيسي لمبادره جاد قهوه جي نادي الشانفيل؟ لا سبب هو انا صار لي فتره يعني اوريدي ما عاد معي وقت للنادي، السنه الماضيه كنت شوي بعيد عن النادي فكرمال هذا هو السبب انه ما معي وقت، بس انا طلعت من النادي كرمال هيك. هلا بالعودة للتضامن رح نشوفك دائما بمباريات الفريق؟ ايه تضامن فريق بشجعه اكيد. واخر سؤال، شو صحة الحديث انه بريزيدون جاد قهوجي رح يكون الرئيس الفخري لنادي التضامن؟ لا مش مزبوطة، هي خبرية طلعت مش مزبوطة. انا شخص مثلي مثل كل الجمهور بس بشجع نادي التضامن. بالنهاية المدرب والإدارة واللعيبة كلهم أصحابنا وكلهم كرمال هيك بس. اوكي بس كثير بريزيدون. حبيبي يعني.